نشرت وزارة التعليم الوطني والتدريب المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تقويم العطلات المدرسية لعام 2019 و2020، وفيما يلي قائمة العطل المدرسية للموسم الدراسي المقبل. فاتح محرم لسنة 1441 غادي تكون فيها يوم واحد، الفترة البينية الأولى وذكرى المسيرة الخضراء وعيد المولد النبوي الشريف من يوم الأحد 3 نوفمبر 2019 إلى يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 بمجموع 10 أيام، عيد الاستقلال الاثنين 18 نوفمبر 2019 يوم واحد، فاتح السنة الميلادية يوم الأربعاء فاتح يناير 2020 يوم واحد، ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال يوم السبت 11 يناير 2020 يوم واحد، عطلة منتصف السنة الدراسية يوم الأحد 19 يناير 2020 إلى يوم الأحد 26 يناير 2020 8 أيام، الفترة البينية الثانية يوم الأحد 26 مارس 2020 إلى يوم الأحد 12 أبريل 2020 15 يوم، عيد الشغل يوم الجمعة فاتح ماي 2020 نهار واحد، وأخيرا عيد الفطر من يوم 28 رمضان إلى جوش شوال 1441 4 أيام.